السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زيد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني ضروري نتكلموا المنتخب الوطني الجزائري، وين ثلاث ركائز أساسية تثير قلق بالماضي قبل مواجهة الكاميرون. يعني كاين ثلاثة، كاين قديورة، كاين فيغولي، وشاهدنا فانيك اخر ما لعبش يسموه لعب فاميني التالية. يعني نقص شو لا بغات ولا واحد كيما عطال، نقص جاهزية تاع اللعابة. اش قضية جاهزية تاع اللعاب؟ تلعب دور كبير، بنادم راه في 40 يوم ما لعبش، عطال في تا اليوم باش لعب، تا البارح باش لعب، لعب فاميني التالية. ماشي فاميني تلعب 18 دقيقة، 17 دقيقة لعبها، لعب 17 دقيقة التالية لعبها، ناقص بزاف. وراح جابه غلطة تاع الكاميرون تاع اللي دارها في كأس إفريقيا، فانيك جابه كيما هاك، لعب شوية جابه. غيج هذا ديك خطرة نهار في الكاميرون، نهار اللي روحنا الكاميرون نلعبو كوب دافريك، قاوك لعب مباراة وشوية. هذا الخطرة حطه قدام لا يلعب، حطه غير شافه في البونك قاعد، حطه يبغي يشوفه قدامه، الكحها بزاف الكح. انا نقول لكم بنادم كاين اللي في رمضان ما صابولوش دواه الكحه. وسيلعب المنتخب الوطني الجزائري مباراته مصيريه امام منتخب الكاميروني خلال الشهر، يعني الحال 25 صعيك يا ولد عمي بقاتل. هاي كي تقدم بنادم راه ينظر، والله العظيم بنادم، والله كون بنادم يسيب يشرب حاجه ما ينوش الى 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 جوان، والله العظيم بنادم يجيب له ينوض الى الى نوفمبر باش ينوض. غيبوبه كيما تاع شمايكر هذاك اللي الى الى نوفمبر باش ينوض. سير لا ولد عمي، والله هذه ماشي 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 عشق تاع بوله، هذا هبال، هذا عشق تاع هبال. هذا ينقص شي وحده ويسيب روحو يهدر وحده، ها غادي يدير هاك تمشي وتهدر وحدك، ها غادي يدير هاكا ها بالك منا. كاع لي سكور راني دايرهم في راسي، ها نديرو زيرو زيرو مليح عندنا، لا زيرو زيرو هنايا شويه يغبنونا، غادي نحلو اللعبه هنا غادي يهردونا، تو زيرو كي غادي نعاودو نولو 3-0 بنادم. كاع لي سكور راني درتهم كاع، والله العظيم لا بغيتو ربي يجيبولنا، جيبولنا التعاون، لا بغيتو ربي يجيبولنا، جيبولنا حاجه طمعنا هنا في البليده، جيبولنا هاكا هيا طمعونا 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 هنا في البليده، لا بغيتو ربي. هذه هي ما بنادم والله لا كتافو راهم باردين، والله كتافي راهم باردين صايد. وإن يعول المدرب الخض جماب بالماضي على دخول المباراة بتشكيلة يعني مثالية، إلا أن حالة بعض اللاعبين ستثير قلق لبالماضي، حيث يتعلق الأمر بكل من عدلان قديورة الذي تعرض لإصابة مؤخرا، وعودة يوسف عطال متأخرة. حنا الحمد لله يا ربي كما يقول لك عيسى ماندي راه لعب كونت قاديش وخسر لدانيال مينيت، يعني في الطومور خسروا 1-0. المهم لعب، المهم لعب، المهم لعب، المهم لي برد. خاطش عيسى ماندي راه يكافح على جال بلاصة مع فلاكس مع لاعبين كبار يلعبوا، واحد عنده خبرة تاع 36 عام، وواحد يلعب فلاكس تاع المنتخب الإسباني، ومن بعد يجيك واحد هنا زرق من راسو يدلك هاك. يقول لك بن عمري يكونفارو بن عمري مع عيسى ماندي، يا ودي بن عمري سقسوه نهار اللي راح لليون، النيبو كي صابها طلع صابها راح تعاود ولا، سقسو بلايلي خدمة كي دايره هادي غير فرنسا، يا ماشي انجليز، يا نهار اللي بلايلي قال لك بلي بيروح فسخ العقد تاعو، فسخ العقد تاعو، يا الناس داروه في توتنهام، واحد دايرو في مونسيو في تشيلسي، واحد دايرو اسم نورمال جايتكم نورمال، كيما راه بونجاح دايرو في البارسا، ايش بونجاح؟ شتو اللعب البارح ولا ما شتوش بارسالون شتوها ولا ما شتوهاش؟ بولا كي دايره؟ يا بولا بوليطا الدور، بوليطا ولات الدور، لا اله الا الله،
الله يكون معنا. هو حاسبين سهلة، هو حاسبين قريبشة، كم ولك شيء شيء بينا قريبشة. خاصة أنا شو أقول لكم كلمة، كاين سفيان، وين سفيان في غولي الذي تعرض لإصابة مؤخرا، مش عندنا وين نامس وين ما لعبش يخسروا الطروعة وما لعبش، يعني هذه اللي شوية شوية تخلي المدرب شوية خايب، مشي المدرب جاما بالماضي نقول لكم كلمة، يا ودي حوس والله ما على بالو كان عرب باقي ساطر يلعبها. جيما بالماضي كيما جيما خاطش علاه نعرف بلي قديوره، شو كاين زوج، كاين قديوره وكاين في غولي، الا لعبوا غادي ما يلعبوش الروتور، انا تبان ليا، ولا خاطش علاه واحد كيما في غولي الا راه مليح، راه مليح 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 يمد لك صافي. غولي ماشي قضيه هو كي والو، في غولي الاصابات اللي اثروا عليه في مشواره، زعما هذه ربع سنين والواح أثروا عليه، هذه 3 سنين والواح أثرت عليه الإصابات، قد يورا فينك أثروا عليه الإصابات، شعب شهر هو حابس، قد يورا من إي نقول لكم هذو خيارات تاع مدرب الله يسهل، هو راه يشوف باللي غادي يسلكونا، قد يورا يسلكنا، خيارات تاعو، كيما يقول لك أن الحاجة اللي نحاسبك عليها بالماضي. ما غادي ماني نقول لك لعابه ما باكشني ما هدرتش على اللعابه، ما قري الاولى اللي تنقول قد زرقان ولا منا بصح من بعد ما هدرتش شويه، هدرت شويه بصح شتيلا التصريحات تاعك اللي هدرتهم تاليه تاع مع الصحافه تاع بيدو، صحافه تاع بيدو ما كان والو مساكين، وين تعبين هدرت قلت لهم عاودت وليت قلت لك تم متناقض بسبب بالفوزيل وبسبب بنزيما، نهار قالوا بنزيما قلت لهم عندي بونجاح، الشهر اللي فات قلت لهم كاين بونجاح، هذا الخطرة عيطت بالفوزيل فينك طلعت بالفوزيل الفوق فينك بيطلع كيما درت العمورة، كنت تقول عمورة خليفة، عمورة مسكين راح راك تقول بنيطو راني في 3 سنين تبع فيه، وانت يا ما والله ما كنت تبع فيه كثر خير فيسبوك، بنيطو راه في 3 شهور ولا كثر خير فيسبوك راه نتاعك، ماشي انت يا كنت تبع فيه، انت لو كان كنت تبع فيه بنجاح ما يقولش باللي بالماضي اللي فرضني باش نلعب كأس العرب واكثر مباريات، خاطش انت متناقض مع ربك، انت المتكذب ما تعقلش على روحك، انا شاهدك هذه نقولها لك. أنا المهم حاجة اللي نقولها لك بالماضي، عندك كاميرون ألي روتور، عندك 90 دقيقة ب90 دقيقة، باغي في نوفمبر نشوف هذا الإعلام، ماشي نشوف وجهك، ما غاديش باغي نشوف وجهك، أنا باغي نشوف هذا الإعلام في قطر، هذه هي منتخب وطني، يبقى منتخب وطني، ما تاعك ما كاملنا، خاطش أنا نعرف بلي انت التصريح درته قلت لهم اللعابه، انا قلت لك باللي غادي تمسح الموس في اللعابه، تحوس تمسح الموس في اللعابه صورتو تاع قول محرز باللي يلعب صار لك كيما تاع نهار بدران، قلت له قول له مسطات كي داير، قول له مسطات احنا من الاستقلال نعرفوا لي سطات تاعنا كي داير، ماشي تا جيت انت يا طيحت الوحي ونقول الناس يهضروا او بالماضي يكشف امر خطير، شنو الامر خطير شنو انا بالماضي شاقل هاهدر على سطاد عاير بلاده وقاعد يشكر في مراكش، ها قاعد يشكر في لقجع شاه عاير، ولا يشكر في المغرب ها لي سطاد ها منا ولقاونا بلي منا ويعاير في بلاده شاه بالماضي شاه انا فمك زدت كرهتك اودي زدت شوف واللي كدف لا ما نعطيش نردها دابا الا ما على بالك ولا لا ديرك في وجهك اودي ما تتأهلش بلا بلا بيش بيك، أنا عندي منتخب وطني جزائري وما أنت إيه كيف هاكا غلطة بلا بلا بيك قوي حاط كم نسمعش بيك ولو خاطش أنا تبعت سيستم دي جو تاعك تا فرشة كان والو خويا الريح
يقولوا انتم الريح وانتم كملوها. تالي كاع كصليبون باق بيا مع بابا عارف عيب الغاشي تقول لهم وذاك لي كي عنده شرار طاي تاع بوط مالير انت لا انت انت كثر خير الجزائر انت بيك كثر خير الجزائر كثر خير محرز انت بيك اونترينر كون جيت انا في بلاصه ذاك الصحافي قلت له كيما نقول لكم انت اونترينر تاع السيراليون وتاع غينيا خاص خرجوك خرجوك بالكب هم مالك نسيت روحك ولا انت اونترينر ولا